تذكرون قبل فترة كنت مكلمتكم عن ماسك حق الشعر، قلت لكم يخلي الشعر زبدة، وكنت محاولة أنزل بوتيكي، وأذكر لما رحت المحل هم مرة صورت لكم إياه. هذا هو الماسك، الحين نزلته في البوتيك الحمد لله، خلا بطلة وريكم إياه. العلبة تتبطل بهالطريقة، فيها ثلاث ماسكات مختلفين. أوكي، هذه لهم الثلاث ماسكات. أول واحد الوردي للشعر المصبوغ، يحافظ عليه ويعتني فيه، البنفسجي ديتوكس وبالانس ماسك. الأخضر ترطيب ويعطي لمعة حق الشعر. طبعا هم شلون طريقتهم، مثل الكاب، بعد ما تغسلين شعرك عادي وانتي بالشاور تحطينه داخل الكاب وتلزقينه كذي بالستيكر، وتخلينه تقريبا لمدة أنا خليه 20 دقيقة. عقبها بس أسبع بماي، ريحته خيال ولمعتها، حتى ساعات أودي الصالون أخليهم يحطوا لي كذي ألبسه. فلما نتي بعدين استشور شعري تقول لي شعرك وايد صار ناعم، وخصوصا أنا صبغة شعري، يفرق حتى عليهم هم الموظفات، لأن دائما الشعر المصبوغ يكون شوية ملمسة مثل الناشف. فعجيب عجيب بنات، أنصح فيه. الحين بوتيكات منزلين لكم هالثلاث مسوين عرض، يعني سعرهم خاصمين عليه 50%، فصاير التوتل 4 دنانير ونص، كأنه طالع لك الماسك بدينار ونص، سعر خيالي الصراحة.